روعة أنا سنت الحياة بهرني جدا أستاذ عصام، إيش رأيك نتكلم عن طرق العلاج؟ سرطان الثدي عند الرجال نسبته قليلة، يعني واحدة لمية من كل حالة بالنسبة لمقارنة بين سرطان الثدي عند النساء والرجال. بيجي عند الرجال لأنه في نسيج للثدي موجود ولو بكمية أو بحجم صغير عند كل رجل. النساء طبعا لازم تكشف من سن 40 وبشكل سنوي من بين سنة إلى سنتين بشكل دوري، وهذا جدا مهم، يعني الكشف مش مرة واحدة، لازم الكشف دوري عشان إذا كان في لا سمح الله أي مجال إنه يحدث عند السيدة سرطان الثدي نكتشفه بمراحل المبكرة. بالنسبة للرجال ما في كشف مبكر، ليه؟ لأنه زي ما الشرط من أول إنه نسبته جدا قليلة، فما يحتاج إنك تعمل كشف مبكر، لكن بيحتاج إنه كمان الرجل يكون واعي في حال وجود أي تغيرات في الثدي يبادر إنه الفحص فيها. السبب إنه الرجل يعني آخر شيء بفكر إنه هو قد يصاب بسرطان الثدي. الكلمة الأخيرة بوجهها لكل المجتمع من خلال هذه المجموعة والفكرة الجميلة من طلاب جامعة الفيصل، إنه سرطان الثدي لازم يعني كل المجتمع يقرر إنه هو مشكلة كبيرة وموجودة في المجتمع. التغاضي عن المشكلة والإهمال في الكشف، بالذات إحنا نتكلم عن السيدات،
ما يؤدي الى يعني مشاكل كبيره. من اول شيء انه احنا عم نخسر السيده وبالتالي عم نخسر العائله. يعطيكم العافيه وشكرا لهالجروب اللي شافته قدام الجميل بمثل اكيد مجموعه، وشكرا لجمال.